خير. اهلا بحضرتك. هو انا بقول لحضرتك البيت اللي ليها محبين في جميع طبعا، واحنا ما كناش نعرف ان عندنا في مصر نادي، يعني ممكن تكلمنا اصلا احنا في بجد يعني ايه نادي محبين سيارات البيتلز؟ بتعملوا ايه بالظبط؟ ليكوا فعاليات بتقوموا بيها؟ احنا نادي البيتل المصري، احنا 6 مؤسسين. ده بدا سنه كام يا فندم؟ بدا 2012. وات التلفزيون عشان حضرتك تعرف تسمع. دلوقتي وصلنا لحد 25,000 عضو في الجروب، واحنا بنعمل نشاطات. احنا الموضوع عندنا فريندلي قوي، يعني احنا بنطلع الصحراء، بنسافر اماكن بعيده بالعربيه البيتل. احنا بنروح بيها سيوه، وبنروح بيها اسكندريه، وبنروح بيها مرسى مطروح. طب انا عايز اسال سؤال، هي فيها تكييفات وكده ولا؟ والله لو الموتور 1600 سي سي بيركب له تكييف عادي. تمام. بتهيألي ما تيجوا تسافروا سيوه يعني صعب ما تبقاش فيها بقى تكييف وكده، صح؟ هتبقى حر قوي عليكم كده ولا ايه وانتوا مسافرين؟ والله بننقي اوقات الشتاء والجو يكون لطيف وبنطلع يعني. وبعدين عربية وعيد انتاجها برضه باكتر من شكل. طب دلوقتي احنا بنتكلم يعني منها الحديث. احنا بنتكلم كمان انه عالميا هيتم وقف انتاجها. مصيركم بقى كمؤسسين لنادي بيت المصري هيبقى عامل ازاي؟ يعني انتوا خلاص العربيه موجوده اصلا مع الوقت، بس هتبقى في عربيات الفينتج. والله اتمنى ان شاء الله، يعني هي صدمه بالنسبه للمحبي للبيتل، بس املنا ان شاء الله ان هم ينتجوها بمواتير كهرباء. مواتير كهربائيه. طب اذا لم يتم لا قدر الله ان هي تتحط الديزاين بتاعها في اطار الكهرباء، هتعملوا ايه؟ انا يعني مش قصدي اقفلها طبعا في وشك، بس يعني احنا بنحب دايما نقول كل التوقعات، يعني في الحاله دي هتتصرفوا ازاي؟ والله هيبقى لينا مطلب زينا زي بقيه المحبين البيتل اللي في العالم كله، ان احنا نقدر نعيد انتاجها. انا عن نفسي ان شاء الله انا ومجموعه الادمن ممكن نعمل حفله للوداع او للتأبين ان هي ترجع تاني، لان كان عندنا امل ان هم يعيدوا انتاج الموديل القديم. انتوا بتقولوا هتعملوا حفله وداع، انا عارف كمان ان انتوا عندكم كمان نسخ خاصه من العربيه دي، يعني في بعض طبعا من محبي البيتلز عندهم كمان نسخ اصبحت فينتج كار او عربيات كلاسيكس، واسعارها كمان بقت مرتفعه كمان لان هي بتتعامل معامله عربيه كلاسيك. احنا عندنا ناس في الجروب طرفه 5,000 دولار و6,000 دولار لمجرد ان هو لسه جايب السبير بارت للعربيه بس. طب لسه ما جددهاش، ولسه ما وقفش مع، يعني ما جددهاش من الالف الى الياء، يعني هي دلوقتي ممكن توصل لارقام يمكن بمثابه الجديده. اغلى عربيه كده تقول لنا بيتلز في مصر كام تقريبا بيقدر سعرها؟ يعني ممكن فكرة؟ توصل لو عاديه كلاسيك 52 53 ممكن توصل ل 150,000 جنيه. 150,000 جنيه. وفي عربيات زي الكارمن جايا والحاجات ديت بتوصل لحد 225,000 جنيه. طب استاذ وليد، يعني يمكن فكره انكم تعملوا حفله تأبين وتعملوا وقفه، هل هتعملوها بالتنسيق مع شركه فولكس فاجن الالمانيه مثلا، او هيبقى في تواصل ما بينكم قبل ما تحضروا الحفله دي، ولا انتوا قررتوا تعملوها من نفسكم؟ هيكون شكلها ايه؟ احنا لينا كونتاكت مع السفاره، وهم اوريدي بعتوا لنا مصور عشان يقول ان البيت اللي لسه في الشرق الاوسط او في مصر بالتحديد. وان شاء الله يكون في كونتاكت معاهم على اساس ان احنا تبقى الحفله دي مصوره يعني. طب او الوداع مصور يعني. هنحاول نكون موجودين معاكم برضو في حفله الوداع، او خلينا التكريم، او مش عايز اقول التأبين يعني عشان كلمه صعبه، لكنه على اي حال احنا انبسطنا انه عرفنا ان في نادي البيتلز في مصر، وبالتالي انه يكون في مجموعه كبيره من الناس. هو بتقولي بوصل لاكثر من 25,000 اعضاء بتتجمعوا حوالين حاجه بتحبوها، وبالتاكيد بالتاكيد بالتاكيد هنكون معاكم لو ان شاء الله في اي وقفه تأبينيه او تكريميه او احتفاليه بنهايه البيتلز.